أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. مهما اختلفنا عن بعض، سواء باللغة، الدين، السياسة، حتى الثقافة، بس أكيد في أشياء كتير بنتشابه فيها، وبعيوني أنا رح تشوفوا الحقيقة واضحة مثل الشمس.